الجمال يراه الحب مختزلا فيك وفينا لهيب الشوق مهتملا كم عاشق لجناك الحلم قد قتلا يا ليبيا يا ألما حنايا الروح والقبلة السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة خاصة واستثنائية من برنامج موطني. بدأنا في برنامج موطني منذ مارس 2015 بدأ برنامج موطني ولم يتوقف حتى هذا اليوم. بدأ البرنامج بالعديد من الزملاء، تغيرت العديد من أطقم الإعداد والإنتاج والمذيعين أيضا. برنامج استمر رغم كل الظروف، بدأناه في مارس 2015 ولا زال مستمرا حتى هذه اللحظة. 1000 حلقة مليئة بالذكريات، مليئة بالذكريات السعيدة، الذكريات المؤلمة. 1000 حلقة فيها جهد وتعب الزملاء، يعني قد أكون من أطل عليكم على الشاشة ولكن قد أكون أقلهم تعبا فيما يحدث. زملاء عدة وراء هذه الكاميرا، إعداد، إنتاج، تصوير، إخراج، صوت، إضاءة، العديد من الزملاء رافقونا طيلة هذا البرنامج. عملنا من داخل الاستوديو، عملنا من خارج الاستوديو، من عدة مدن سافرنا إلى ليبيا، سافرنا إلى تونس، إلى عدة دول من أجل إيصال الصورة إلى المواطن. لطالما حاولنا من خلال برنامج موطني أن نكون بعيدين كل البعد عن السياسة، ابتعدنا عنها وهي لم تبتعد، حاولت في بعض الأحيان الدخول ولكن تمكننا من صدها من باب موطني حتى لا تتمكن من الدخول إلى هذا البرنامج. كنا مع المواطن شرقا وغربا وجنوبا، تواصلنا في نفس الوقت مع الحكومتان شرقا وغربا، تواصلنا مع كافة الأجهزة المعنية بحياة المواطن شرقا وغربا. لم نفضل جهة على أخرى ولم نفضل حكومة على أخرى، بل فضلنا مصلحة المواطن. كل عام ومتابعي برنامج موطني بألف خير، كل عام والأخوة في برنامج موطني من إعداد وتقديم ومن وراء الكاميرا بألف صحة وسلامة. نتمنى من الله عز وجل، ودائما كما أقول في الختام، دمتم في رعاية الله وحفظه، ونتمنى من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في هذه الحلقة، ولكن في هذه المرة أقول أتمنى من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في هذه الحلقات الألف الماضية. مشاهدينا الكرام كل عام وأنتم بخير. مرحبتين بكم أعزائي المشاهدين في أولى حلقات برنامج موطني. ثاني من مارس عام 2015 كانت بداية الرحلة، رحلة استغرقت من السنين ستا ومن الحلقات 1000 حلقة لبرنامج كان له من اسمه نصيب. فالوطن وأهل الوطن كانوا هم الهدف والغاية، رحلة جلنا فيها مدن وقرى ليبيا من مساعد شرقا حتى راس جدير غربا، وصولا إلى الجنوب وصحاريه الشاسعة الممتدة. منذ البداية وجد برنامج موطني الوطن في ظروف استثنائية من انقسام عصف بمؤسسات الدولة المختلفة ومعارك عسكرية كانت تدور رحاها بين بيوت المواطنين وشوارعهم، ظروف ألقت بظلالها على البرنامج، فكانت مشاكل الناس وهمومهم لها نصيب الأسد من الحلقات. الصحة، التعليم، البنية التحتية وغيرها من الموضوعات التي حاولنا تسليط الضوء عليها وعلى المشاكل التي تواجهها. حاولنا إسماع صوت المواطن لأولئك الذين كان من المفترض أن يجدوا له حلاً. استضفنا أصحاب الاختصاص والمسؤولين، انفتحنا على الجميع، حاورنا وسمعنا منهم، نقلنا لهم نبض الشارع، نجحنا في بعض الأحيان في إيجاد الحلول وفي أحيان أخرى ظفرنا بشرف المحاولة. اليوم يبدأ برنامج موطني رحلة 1000 الثانية،
رحلة تختلف كثيرا عن تلك التي بدأت قبل 6 سنوات في ظروفها وملامحها، فالحرب وضعت أوزارها، والانقسام الذي أرهق الليبيين بدأ في التلاشي، وبدأت مرحلة جديدة في البزوغ. نتمنى فيها أن تكون ليبيا دولة آمنة مستقرة، وكل عام وأنت بخير يا موطني. شكرا للزملاء على هذا التقرير، والشكر للزميلة دارين بدر الذي دائما تطل علينا بصوتها في تقارير برنامج موطن. تستمعون للصوت، ولكن حبيت أنني أيضا نشكرها ونشكر كل من كان يساعدنا في هذه التقارير. كما قالت دارين، عصرنا هذه الحروب، عدة حروب، دائما نحاول الابتعاد عن الخلاف العسكري والسياسي. عصرنا عدة حروب من 2015 وحتى هذا اليوم. إن أتينا لعدها فلا نستطيع أن نحصي الحروب التي مرت بها ليبيا خلال السنوات الماضية. أبدأ مع آخر المنضمين لفريق برنامج موطني وأهمهم في هذه اللحظة، الزميلة ابتهال المعايط. ابتهال، كل سنة وانت طيب إن شاء الله. وانت طيب عماد، كل عام انت بخير، والمشاهدين ومتابعين موطني على مدى 6 سنوات بألف خير. وانت طيبة ابتهال، إضافة جدا مهمة للبرنامج. شكرا. احتدت فارق واضح، وإطلالتك أيضا احتدت فارق واضح في هذا البرنامج. حتاخدينا أيضا في جولة لبعض الذكريات في برنامج موطني في انتظار الاستماع لك. اليوم رح نكون نحكي عن برنامجنا هذا، الابن اللي زي دايما ما بنحكي انه ولدنا بنتربى فيه وبنكبر فيه ان شاء الله، وهو بيكبر فينا. عماد شكرا لك. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا الكرام، قبل 6 سنوات وتحديدا في 2 مارس عام 2015 رنت 3 كلمات، هي 3 2 1 احنا على الهواء، معلنة ولادة برنامج موطني عبر قناة ليبيا روحها الوطن. بكادر متغير متجدد وثابت وحيد هو هدف موطني السامي الذي لم يحد يوما عنه، وهو نقل همومكم والسعي ما أمكن لحلها. على مدى أكثر من 1200 ساعة بث مباشرة على الهواء، تعاقب عليها 4 مذيعين وفريق من المعدين والفنيين بذلوا الجهود للوصول إلى رسالة برنامج يحمل عبئا ومسؤولية كبيرة. بمعدل 1200 حلقة أو 165 حلقة وصولا إلى ألفيته اليوم، مشاهدين، يكون البرنامج قد استضاف أكثر من 6000 ضيف جادوا علينا وأضافوا لبرنامجنا مصداقية وتفاعلا. واكبنا عبر هذا البرنامج موطني العديد من الأحداث والقضايا في ليبيا، وقمنا بتغطيتها، منها ملتقى عمداء البلديات الأول في شحات، وملتقى البلديات الثاني أيضا في طرابلس، الاجتماع الأول لبلديات ليبيا في تونس، والانتخابات البلدية، إضافة إلى البنية التحتية. أيضا مشاهدينا، واكب موطني مشاكل الصرف الصحي ومشاكل شركة الخدمات النظافة ومشاكل السيولة والتعليم مثل إضرابات نقابة المعلمين، المدارس المهدمة وغير الصالحة، إضافة إلى الكتاب المدرسي، ثم إلى قطاع الصحة الذي فتحناه حول عدم صرف الميزانيات ونقص الأدوية والمعدات الطبية. لم يخرج عليكم موطني من أروقة استوديوهات قناة ليبيا فقط، إنما تنقل خارجيا إلى عدة بلدان لتغطية أحداث ووقائع مهمة، إضافة إلى ربطه إذاعات ليبية مختلفة تعزيزا لمواضيع طرحت واقترابا أكثر من كل الليبيين في مختلف مواقعهم. مشاهدين، يستطيع القائمون على هذا البرنامج أن يفخروا بتحقيقهم شفافية وخلق حالة من التوازن في طرح القضايا بين الحكومتين في البلاد، من خلال فسح المجال لكل منهما عبر ضيوف من حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة. كان برنامج موطني وما زال منبرا لخدمتكم، وبابا لا يسد، فهو بكم وجد ولكم سيبقى. شكرا لكم مشاهدينا، عودة إلى عمر. شكرا لك ابتهال، شكرا على هذا الكلام الطيب، شكرا على هذا الملخص والجولة الطيبة خلال 6 سنوات. شكرا ابتهال. شكرا لك عماد. مشاهدينا الكرام،
بدأ البرنامج وزي ما حكيت ابتهال بعدة زملاء. بدأ هذا البرنامج بأولى الحلقات مع الزميل منير الغراري، كان من كادر الإعداد ورئيس للتحرير في ذلك الوقت الأستاذ والزميل عصام حسين، أيضا زميلنا اليوم مقدم البرامج في القسم الرياضي يوسف سعود من فريق الإعداد، وخير الله إبراهيم. من بعدها بدأت الحلقة الثانية مع الزميل هشام البوسيفي، استمر هشام ومنير في تقديم هذا البرنامج بكل يعني حيادية وبكل دقة كما رأينا في التوقيت وفي المواد المقدمة وبكل حرفية من قبل هشام ومنير الذين وضعوا في البداية الشكل لهذا البرنامج. من بعدها انتقلنا إلى مقر جديد بدأت فيه في هذه الخطوات كمقدما للبرنامج صحبة الزميل منير الغراري والزميل هشام البوسيفي. انضم لنا أيضا الصديق ومقدم البرامج اليوم مقدم البرنامج المظلة وشير شباب سابقا الزميل عماد الدين الشباح لتقديم هذا البرنامج. فريق إعداد كبير جدا، أبدأ ولا أستطيع أن أنسى منهم واحد وتمنى أن نسيت فيسامحونا. بدأنا بفريق الإعداد زي ما ذكرنا سيد عصام حسين يوسف سعود خير الله إبراهيم، من بعدها زاد وتشرف البرنامج بوجود الزملاء منى بلال نهلة المهدي أيضا بالزميل محمد حرب، تشرف البرنامج بوجود الزميلة نسرين وأيضا بالعديد من الزملاء هاشم الزروق، طبعا لن أنسى هاشم الزروق والعديد أيضا من الزملاء حتى وصلنا إلى هذا اليوم مع مصعب ومع كريم ومع ابتهال والأستاذ خالد أيضا. كل الإدارات التي تناوبت على هذه القناة لم تقصر في حق البرنامج، وجه التحية للجميع بداية من الأستاذ رضا النايض إلى الأستاذ نبيل الشيباني ومن ثم إلى الأستاذ عبد الحكيم القاضي والأستاذ خالد خبريش وختاما بالمهندس زياد أيضا بن شعبان، لم يقصر في حق هذا البرنامج. إدارة البرامج وإدارة الإنتاج أيضا لم تقصر. أنا الأوان أعتقد بأني أطلت في ذكر الأسماء، ولكن أنا الأوان لأن الواحد يعطي لهؤلاء الناس حقهم ولو بقليلا من الكلمات. أذهب الآن مشاهدينا الكرام لعدة كلمات وعدة تهاني وصلتنا قبل أن نستقبل أصحاب البرنامج الأولين. أستقبل الآن مشاهدينا الكرام ونتابع مباركات بعض من الوزراء الذي وجه لهم التحية والشكر وشكر لوجودهم معنا في هذا اليوم المميز. أيضا أود أن أتقدم بالتهاني لأسرة برنامج موطني وعلى رأسها الأستاذ عماد بن حامد والسادة العاملين في أو أسرة البرنامج ككل على وصولهم للحلقة الألف الآن. هذا البرنامج الذي أثبت نجاحه بين البرامج العديدة الناجحة في ليبيا روح الوطن وعلى مستوى العديد من القنوات الليبية في إيصال الرسالة للمواطن بما له بما يلمس حياة المواطن اليومية وبطريقة مباشرة من العديد من النواحي الإدارية والصحية وغيرها. ونشكرهم شكر خاص على اهتمامهم بقطاع الصحة وعلى استضافتهم لنا أكثر من مرة في خلال الألف حلقة الماضية ومزيدا من النجاح. والسلام عليكم ورحمة الله. السادة الأفاضل قناة ليبيا روح الوطن، يسعدني في هذا المساء الطيب أن أشكركم على كل ما تقدمونه من برامج طيبة. بخصوص برنامج موطني اليوم نحب نهنئ كل العاملين على هذا البرنامج وخصوصا الأستاذ عماد بن حامد والطاقم المرافق له مخرجا ومنفذا ومراسلين، وأيضا أحب أن أهنئ مكتب القناة بمدينة البيضاء على تواجده المستمر وإيضاحه لكل الأعمال. بخصوص بلوغ برنامج موطني للحلقة ألف، طبعا أكيد هذا لم يتأتى إلا بجهد جهيد وبصبر ومثابرة. هذا الإعلامي المتميز الأستاذ عماد بن حامد هو إعلامي حقيقة مقدم برامج متميز ذا سلوك وأخلاق عالية، استطاع أن يبث فينا روح العمل من خلال عرضه لقضايا كثيرة
وخاصة في المنطقة الجنوبية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله عز وجل أن سخرنا جميعا لخدمة عباده. سعيد جدا أن ألتقي بكم اليوم عبر قناة ليبيا روح الوطن لأبارك لكل أسرة برنامج موطني على الألفية لهذا البرنامج. نسأل الله عز وجل أن يعينهم وأن يوفقهم. في الحقيقة برنامج موطني من البرامج المهمة جدا بالنسبة لي، وتابعه باستمرار وحريص على متابعة هذا البرنامج. خرجت عبر للأخوة عبر وسائل الإعلام أول مرة في لقاء مع برنامج موطني. حقيقة برنامج موطني يركز على القضايا التي تهم المواطنين بصفة عامة. استفدنا نحن من وزارة التعليم من هذا البرنامج في التركيز على بعض المشاكل التي يعاني منها القطاع وإيضاح صورة عمل وزارة التعليم من خلال هذا البرنامج. أنصح أخي عماد المتميز وأخي محمد المعد لهذا البرنامج وكل أسرة البرنامج موطني أن يستمروا على نفس النهج. لاحظنا في أعمالهم المهنية والحرفية العالية، هدفهم الأول هو الصالح العام الذي من خلال برنامجهم يقدمونه لأبناء هذا الوطن، والتركيز على المشاكل والصعاب التي يواجهونها وتواصلهم مع المسؤولين. لم نراه نلاحظهم يقوموا بعملية الاستفزاز المسؤول أو تخوينه أو الاصطياد في الماء العكر أو شده إلى الخلف، ولكن من الضروري جدا أن يسلط مثل هذا البرنامج كل المشاكل والصعاب التي تواجه أبناء هذا المجتمع في هذه الظروف السيئة. ولله الحمد برنامج موطني من البرامج المتميزة اللي يلقى قاعدة جماهيرية كبيرة جدا من متابعيه، وأنا ولهم أبارك لكم الألفية وأتمنى لكم مزيد من التقدم والازدهار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني مشاهدينا الكرام أن يكون معي ضيوف مميزين في هذه الحلقة، يختلفوا على أي ضيوف أصحاب بيت وأصحاب برنامج قبل حتى ما نفكر نخدم في البرنامج. هشام البوسيفي نواة هذا البرنامج ومن أساسيات هذا البرنامج مع الزميل منير الغراري، وأيضا من أضاف لبرنامج موطني وكان له دور كبير في الإضافة لهذا البرنامج عماد الدين الشباح. السلام عليكم عمدة، والسلام عليكم هشام. أهلا عماد، مرحبتين بكم. نبدأ مع هشام. هشام موطني، ذكريات من مارس 2015 حتى هذا اليوم، ما الذي يعنيه يعني برنامج موطني لهشام البوسيفي؟ أهلا وسهلا عماد، مساء الخير ليك ولكل السادة المشاهدين. مرحبتين بك هشام. مشاهدي برنامج موطني ليبيا، يومكم سعيد إن شاء الله. أنا يعني نشكركم على هذه الاستضافة. موطني تقريبا البرنامج الأول في ليبيا بهذه النوعية، ومن ثم بدنا نشوفه نوعية هذا البرنامج يعني تتكرر في القنوات. فكرة البرنامج أنت تعرف عماد هي يعني كانت من ذهن الزميل العزيز والصديق والأخ منير الغراري، هو اللي ظهر بفكرة موطني وكان يضرب فيها بمثل يقول عبارة على مجلة نحو منها الورقتين متاع السياسة ونقدم برنامج يحتوي كل المحتوى الآخر اللي هو اجتماعي إنساني اقتصادي رياضي كل الفني كل المناشط وكل التخصصات. ذكرياتنا يا سيدي في موطني انت شاهد على جزء كبير منها. طبعا طبعا، في منها السعيد وفي منها الحزين وفي منها المرهق وفي منها اللي كان يعني حتى وان كان متعب ولكن كان يعني فيه طعم حلو. كانت الألفة واللمة، وكان جروب واحد يشتغل وما زلت الى الان ولنحيي من خلال كل الزملاء اللي تناوبوا بعدنا على هذا البرنامج اللي نقدم لهم كل التحية. لكن ذكريات عديدة عماد خليط. نعم. نتكلم هلبة يعني في حاجات حنضحكوا وفي حاجات حنقولوا معقولة صار هيك، في حاجات يعني مر علينا. قدمنا البرنامج في رمضان، قدمناه في أعياد، قدمناه في مناسبات دينية، في مناسبات اجتماعية، مناسبات قومية، قدمناه في كل المناسبات بكل الظروف قدمناه. وفي أسى في البلاد كان في مثلا في مشاكل في البلديات، في نتذكر أني من أصعب
المواقف اللي مرت علي هي الشباب اللي ماتوا في 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 هراوه. تصليحه مثلا تاع معسكر زليطه، كانت حلقه حزينه وفيها ومتاع معسكر زليطه، الاثنين قدمتهم انا. زايد ان مره قدمنا حلقه حتى هي على يعني مثلا يعني في كثير كثير كثير. انا اللي نذكر فيه تو قبل ما نمشوا قبل ما نمشوا هشام للعمده اللي نفكر فيه اول رمضان، يعني حتى المشاهدين الكرام تو يتفرجوا علينا. رمضان وقتها كان المغرب في الاردن يدن الساعه 7 الا 5، والبرنامج كان هو الساعه 7. ولا عندي مواقف نتاع المغرب، عندي مواقف في الحلقات اللي حنحكوا فيها، عندي مواقف في منها اللي ضحك مره جبت على هوالي انا احكي لك. ومنير الغرار يشرف المي، الناس صايمه في ليبيا يقول لهم صح فطوركم. انا مره افطرت فطور دسم قبل نحيي عماد الشباح حتى هو معنا زميلنا وصديقنا واخونا. يعني قبل ما نمشي لعماد في حلقه نتذكر فيها في رمضان، كان المغرب يدن قبل الحلقة بخمسة دقائق تقريبا، وكنا في الاستوديو الأول نبعد على مقر الإقامة بتاعنا حوالي 40 كيلو، وجبال وقصة، ونوصل المهم للمقر الاستوديو وإحنا صايم. فكان يجي الفطور، أنا عادة لما نفطر ماذا بيا وعندي حلقة ناخذ نحل صيامي تمرة مية عصير وبعدين نمشي نقدم الحلقة، بحيث أننا ما نعبيش بطني ونشبع. اليوم في يوم جيت لقيتهم جايبين وليمه ملد وطاب فيها، بيني وبينك ما قدرتش نتمالك روحي، كليت خشيت للحلقه. رقدت في اخر الحلقه. لا انا متعود بعد ما نفطر بعد ياخذ في شيء غلط. رقدت كمل. هذه من المواقف الطريفه اللي احنا كنا نبغى نحكي على مواقف طريفه. هلبة 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 مواقف. لا لا عندك الحق والله، ذكريات حلوة وأيام حلوة، وإن شاء الله قاعدة حتى مع الناس اللي توا. خلينا نمشي وياك هش للعمدة. عمدة إضافة لموطني، كان في فترة مهمة من فترات البرنامج قبل الانتقال لشير شباب والإبداع أكثر وأكثر. عمدة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمدة أهلا وسهلا بك. مرحبتين بك يا عمدة. اهلا وسهلا بك. عمده يعني مرحله موطني، مرحله كانت لاشهر قبل بدايه برنامج شير شباب، ما هي اللي نقدر نقول الاضافه او شن قدم موطني لعماد في تلك الفتره قبل بدايه شير شباب؟ والله يا عماد تماما برامج اختار كلمات. اسمع راو انمار، هذا ما يحبك الشكل، راه الصوت ما نسمعوش فيك وقطع عليك الصوت. خلينا ترى بالله انمار شوف لنا قصه لين نرجعوا. هشام يعني انت حكيت لي عن الذكريات وما جاوبتنيش على سؤالي، اللي هو شنو يعني موطني لهشام وشنو هو موطني في ذاكره هشام البوسيفي اليوم؟ موطني يعني 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 الكثير بصراحة. أنت تتكلم على يعني أنا اشتغلت فيه حوالي سنة ونص. سنة ونص يعني لو 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 بنتكلم أنه 360 يوم بس في السنة بث، فأنت تتكلم على حوالي أكثر من 400 حلقة، أو يعني لو تقسمهم بيني وبين منير يعني نطلع مشتغل حوالي 200 حلقة من 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 برنامج موطني. فيعني يعني الكثير موطني. موطني قربني هلبة من البلديات، يعني قربني هلبة من مدن ليبيا، في مدن كنت ما نعرفهاش، في مناطق ما كنت ما نعرفهاش. لمست وقاربت فنانين مبدعين ليبيين، تكلمت على مستشفى مثلا الأمراض النفسية في بنغازي، تكلمت عليه طرقات، استضفت عمداء بلديات. يعني بصراحة يعني الكثير برنامج موطني. برنامج موطني يعني في البداية أنا قلت لك كان فريد من نوعه، ما كانش في يعني بعدين القنوات الأخرى والقنوات الزميلة بدوا يعني يقتبسوا في نفس الفكرة تقريبا. برنامج خدمي يحكي على البلديات ويحكي على يعني أحوال الناس أقرب. ضيف لهذا برنامج موطني كان يعني هو الحالة يعني المختلفة في قناة ليبيا في بدايتها. هي قناة إخبارية
كانت معتمدة على النشرات، على غرفة الأخبار، على الزملاء الآخرين اللي قدموا في برامج إخبارية. كنا إحنا البرنامج تقريباً الوحيد اللي مختلف. يعني قبل لا يطلع هذا برنامج ميادين في هذه الفترة، يعني كان برنامج موطني هو الوحيد، والحلقة الأولى نتذكر فيها تاني يوم الافتتاح قدمها منير الغراري. الثاني حلقة قدمتها أنا، وبعدين قعدنا نتناوب على البرنامج. كان معنا الزميل العزيز عصام حسين، خير الله، إبراهيم، وتناوب عليه العديد من المخرجين. الفكرة في أن موطني ما تقدرش تقول أنه والله برنامج مر مرور الكرام وصل اليوم لألف حلقة. هذا دليل على أنه هو واصل للناس وناجح، وفكرة ناجحة وفعلا لامست الناس. زي ما أنت يا عماد تحتفظ بالعديد من الذكريات الجميلة والعديد من المعاني السامية في هذا البرنامج، أنا بكل تأكيد يعني لي برنامج موطني الكثير. طبعا ونعرف حتى من حوارنا، وفي يعني معنا زملاء قلت لك، يعني من الناس اللي وضعت حجر الأساس لهذا البرنامج، عصام حسين، الزميل عصام حسين من الناس اللي حطوا يعني من أول إرشادات اللي دارت في موطني. كان عصام حسين اللي شرفني أيضا يكون معنا في حلقة اليوم. عصام، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زميل عماد، لك والتحية لكافة المشاهدين، والزميل العزيز هشام الصيفي، والزميل عماد الشباح. مرحبتين بك عصام. عصام، ذكريات موطني، يعني أنت عصرت موطني في أصعب مرحلة، مرحلة التأسيس، مرحلة اختيار الخط اللي حيمشي عليه البرنامج، يعني مرحلة من أصعب المراحل ممكن احنا نكونوا كملنا عليه ما أسستوه أنتم في البداية. يعني اليوم عندما تأتي سيرة موطني أمام عصام حسين، ما الذي يخطر في بال عصام حسين؟ في البداية يعني يبدأ برنامج موطني بصمة مضيئة في الإعلامي، سعيد جدا لأنه يعني كنت جزء من هذا البرنامج الرائع اللي وصل اليوم من الحلقة الآن. بالتأكيد كان هناك تجال في برنامج موطني مع الزميل منير الغراري، لأن زميل منير الغراري حكي أني أنا مواد رياضة مش مواد برامج اجتماعية، مش مقنع في عصام حسين كمسؤول عن برنامج موطني. أنت عماد كنت بدايات يعني كنت مراسل له في طرابلس، وعشت وقفت معنا البداية أنت والزميل كريم الشبل في أولى حلقات، وشفت المعاناة يعني كيف هو حكاية الرياضة جاب جابنا بالشبال، قال لي عصام نبيك في برنامج موطني ونبيك يعني تهنيني بالليبيا كيف؟ وأعتقد إني نجحت، أعتقد إني نجحت. أيضا نشكر بلقيت النوني اللي كان مخرج ثاني حلقة في البرنامج ومشى البرنامج برغم السجال ورغم الصعوبات ورغم عدم وجود مراقبين ورغم الصراعات والانقسامات وصعوبة بلديات والأبناء. ما قلت لك أنتم هذيك الفترة أصعب فترة عصام، يعني التأسيس وفي نفس الوقت قاعدة اسم القناة ما هيش معروفة في الشارع، يعني حتى لما بتجيب ضيف بتتعب باش تحصل ضيف أصلا. بالتأكيد يعني كان حتى لما يا عماد كان عندنا نفع مشكلة في العقبة الأخبار الصناعية، يعني مرة واحدة من الحلقات هشام مصيبي يتذكر حلقة هذه كان ما حصلناش الهواتف تفار فين عطل، وسيد هشام بوسيفي ساعة ونص ما شاء الله يعني حكاها ساعة ونص كمل تقريبا بسرعة يعني ما شاء الله. عماد زميل هشام وفيه راديو متمكن يعني نص ساعة البرنامج ساعة ونص، عكس زميل منير الغاري يعني لما يضيف في له مشكلة في الهاتف منير يقول يا عصام شنو ندير انا يعني شنو يعني كل مذيع عنده امكانيات يقود بها امام الحلقة يعني يعني مولي يقول أنا شو بدي عصام عندي كيف النشين يعني عرفتي، وأنت تقريبا يعني ما كنت معي مثلا حلقات في الجاليري وعش لا تقريبا الحلقة هذه يا عماد لما جيت من طرابلس شفت المعاناة. أيضا يا عماد المشكلة أيضا كان عندنا مشكلة في النت، لأن ليبيا في الوقت هذا كان في حرب وكان في مشكلة في النت، النت ما ديكش على جيت الحلقة بعد الحلقة يعني ما عندك من حلقات اللي كنت صار تقريبا من طرابلس على 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 طار الدولار يصير مشكلة طوالية، وبعدها وصلني بعد الحلقة يعني ما مشكلة النت كان في طرابلس والكهرباء، وحتى الوضع في ذيك الفترة كان صعب. يعني خليك بمنا معي عماد الشباح، رجع الصوت شباب تمام، شباب عماد الشباح شو الوضع تمام؟ بمنا معنا عصام تو معنا هشام،
نبي نشوفوا فيديو. خير الله إبراهيم بعثنا فيديو يتكلم على عصام وهشام وعلى الذكريات الحلوة، الزميل الباهي خير الله إبراهيم، وجهز الفيديو أنمار، نشوفوا فيديو خير الله. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا وألف تحية مسائية طيبة لجميع متابعي برنامج موطني، تحية خاصة وتحية كبيرة لكل أحبابي وأصدقائي وزملائي بقناة ليبيا روح الوطن. هذه القناة اللي تعلمت منها الكثير، هذه القناة اللي أحنلها كثيرا، قناة ليبيا روح الوطن بالنسبة لي أنا على الصعيد الشخصي هي تجربة فارقة جدا، درت منها أحباب وأصدقاء وأصحاب هم معي كل يوم في كل يوم. نحب نبعث بتهنئتي لجميع الكادر الحالي اللي يشتغل في برنامج موطني، ألف ألف مبروك، احنا في الحلقة الألف. برنامج موطني برنامج مش هو برنامج ينعرض في ساعة الدروة المسائية فقط، لا، برنامج موطني هي حياة. أنا ما بلغش لما نقول أن برنامج موطني هو اللي الفت انتباه مختلف القنوات الليبية على الشأن المحلي، الفت الانتباه على ضرورة الاهتمام بشوارعهم بشؤونهم المحلية بشؤونهم اليومية. بعد للأسف يؤسوا من السياسيين، بعد للأسف يؤسوا من الحالة العامة للبلاد، لكن الليبيين كلهم بدون شرحهم، وموطني كانت معهم لحظة بلحظة. نتحدث شوية على كواليس البرنامج. ما بلغش أن نقول أن بالنسبة لي برنامج موطني كان حياة، كان برنامج يومي. لما نروح اليوم درت برنامج موطني ضروري نفكر غدوة شن هي القضية اللي بنطرحها، شن هي البلدية اللي نستضيفوها. برنامج موطني كان ما شاء الله يعني معنا استف كبير ورائع وجميل وكبير كبير في إضافته وفي معناه، أكبر من كبير في عدده. كان معنا هشام ومنير وعصام حسين وعماد بن حامد وعبد الكريم وكل الشباب اللي اشتغلوا في قناة ليبيا. وما تصورش إنه ما فيش حد في قناة ليبيا اشتغل في قناة ليبيا ما كانتش عندها إضافة أو لمسة في موطني. منور يا خيري، منور يا خيري يا هشام. عماد شو رايك في خيري؟ ان شاء الله خير الله. طبعا نحيي عصام حسين زميلنا وصديقنا واخونا اللي انضم لنا ولي وحشه بصراحه. عصام من الشخصيات الرائعه جدا اللي تعاملت معاهم واشتغلت معاهم. نتذكر الحلقه اللي قالها نتاع الاتصال، ومش اتصال واحد يا عصام، هم ديما الفون ودروب، ديما الفون ودروب يا عصام. كانت عندنا مشكله في قصه الفونوات. خير الله طبعا، خير الله رفيق الطريق. طبعا الساده المشاهدين ما يعرفوش ان احنا كنا المكان اللي كنا نطلع منه الاستوديو يبعد زي ما حكيت لك على بيوتنا مسافه 40 كيلو 35 كيلو، فكنا مضطرين كل يوم نمشوا المشوار هذا. فخير الله كان رفيق الدرب في الليل لما نبدو مروحين من 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 الحلقة. خير الله شاب مبدع، شاب عنده يعني فكرة حلوة، متتبع، محرر أخبار من 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 طراز رفيع، مارس مهنة المراسل وكان مراسل أكثر من قناة تقريبا. نعم. فخير الله إنسان، خير الله يعني بصراحة من أفضل الشخصيات اللي تعاملت معاهم. عماد لما نحكوا على خير الله معناها بنحكوا على عصام حسين، بنحكوا على منير الغراري. منير طبعا منير رفيق صديق عزيز، لكن زي البار القطوس كان هو عصام. لا هو عصام ديما زي فاروق في الكورة في مع انهم الاثنين يشجعوا في الميلان هم. لكن كانوا ديما 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 شوي هيك في الشغل وجهات نظرهم مختلفة، وبالعكس وهذا راهو ندل على شيء، دل على ان البرنامج حقق نجاح. طبعا طبعا زي ما نشوفوا فيه يعني وجهات النظر مختلفة هذه حققت نجاح يعني للأمانة. البرنامج صح في البداية كانوا فيه اثنين مذيعين هذو ظاهرين للناس اللي هم منير وهشام،
لكن كان في اصطاف قائم عليه، كان في اساسات قائم عليها البرنامج، كان في فنيين، كان في مخرجين. انا ما ننساش حتى الشباب اللي اشتغلوا معنا تحت الكاميرات، يعني اللي كنت يوم فيهم يوميا بالساعه ونص انا وياهم، المعدين، يعني كل الفريق اللي اشتغل على القناه اشتغلت كلها على برنامج موطني. زي ما حكيت لك، برنامج موطني كان هو المادة المختلفة الوحيدة اللي تطلع في القناة. فهمت عليك، يعني صح، كانت كلها سياسة، صح. اسمع، بما ان جبنا سيرة منير، انضم معنا منير. منير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حتى على مرة ما ترتحش، والله ما زول اللي قال لك اني ما قلت شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وانت بخير. وانت طيب، كل سنة وانت طيب. ولأن صديقنا العزيز اللي فتحنا عماد شباح وهشام بوسافي ما نبيش نشكره، لأنه هو صاحب وزميل وخو ورفيق، وخير الله حبيبي وليك خير الله، وإن شاء الله يسامحنا. وعصام حسين كلمتنا عشرة عمر وزمالة، بس الكلام اللي قاله يعني مش وقته ترى، مش حابب يعني. حتى تعرفني يا عماد ان هي والله الحمد يعني فكره البرنامج من وحي خيالي باتفاق، وبعد دراسه وبعد جهد جهيد، ونشكره في المقام الاول طبعا صديقي وعزيزي نبيل الشيباني اللي كان ليه نقطه كبيره في البرنامج. نبيل كتب خطوه معي في فقرات المرات، حتى في كل التفاصيل مثلا انا تعرفني عماد انت صديقي. نعم طبعا. لما نكتب الموضوع لازم يكون بيرفكت كومبليتلي 100%، والكمال لله وحده. لكن لما تاخذ لي مثلا اخبار كوبي بيست وتحطها على الانترفيو وكذا، وصارتنا حتى مشاهد مره مع بوابه الوسط، يعني المعد ولا المحرر ولا المذيع ولا كل الطاقم لازم يجتهد، لازم يبدع في عمله. انت كنت تصل بك حتى القضايا؟ حتى في القضايا، حتى في كل شيء، ولازم تكون في روح الغرفة، ولازم يكون في بلان بي في الشغل. مثلا انا اليوم عندي ضيف عماد بن حامد، اوكي بلان بي ميكو راح يكون معي ضيف ثاني، شنو الاخبار تكون باك جراوند معي، لازم تكون مليان، بس انا لما نطلع على الشاشه نطلع بمال امكاني ونقدم صوره جميله وخدمه جيدة للمواطن. بدليل عماد انت تدري في البداية تجيهم جديدين بعلاقات مرة يعرفوا ايه اتمينا اللي الحمد لله كي هذا فلان مش عارف شنو كي نطلع معه مش عارف شنو. وفي البداية انتبه القناة كان يسموها يمثل حتى معظم المواطنين كان يسموها قناة موطن. هذا فخر لكل فريق العمل اللي اخوي هشام واللي خير الله اللي كنت لنبيل وبرضا كل الفريق العام ما فات اي واحد صراحه. كل من قال فينا كلمه خير وهذا واجب، احنا نتمنى ان يكون يقدم لنا رساله يهم خدمه الوطن. في الفتره هذيك اتذكر كثره الجدالات السياسيه، وواحد يمين وواحد يسار وواحد يرجع، والواطن مشى تحت رجليه. مشاكل كهرباء، سيوله، يعني مشاكل صحيه، حتى مشاكل خلاص وخلق حتى الميزان يا منير. وقتها الحكايه حرب ومش عارف شنو، تحاول انك انت تعدل الميزان، انك انت ما تمشيش في طريق معين. هذا هو الهدف، انت تعرف، انت تعرف صح. هذا هو الهدف، ما نتكلم عن الوطن، ما يهمنيش الحد، ما احترامك لجهه مدلدله يتنازع على السلطه، ما لمصلحتي الشخصيه لا يهمني شخصيا، يهمني المواطن. صح، هذه رساله بيني وبين ربي، امانه بيني وبين ربي ولكل، يعني انت تعرف كل واحد له رقيب عتيد، يعني الامانه هذه يسلمها بكامل النزاهه والشفافيه. نهار عرفنا روحنا احنا ما نقدروش نكمل ظروف ما، قدمت استقالتي بكل ود وتوكلت على حالي، وتربطني بكل الزملاء وكل العاملين علاقات طيبه وعلاقات جيده، وكلهم يعني طبعا تربطني عشره عمر. عشرة عمر احنا لا بطل، يعني انت تعرف مين اللي غراري من هي، واحنا وصلنا لسنين مع بعضنا وكلينا في سفره واحده وكلينا في صينيه واحده، خلاص في عيش وملح يعني. استلمت مني كذا مره فلوس، مازال مره زي 800، عشان كان مدي حد كنت بدي نطلع يعني بالتليفون، انا ما عندي تليفون، ترى تليفون جديد والله، تليفون جديد. يعني استنى في الموبايل بتاعك اللي بتجيبه لي جديد ما في الجواب. لا طبعا ما بينفع. نور يا مني، والله لا والله لا تليفون جديد. والله لا فرحان اني نسمع صوتك وانك انت كنت معانا. ويا عصام خيرك على الراجل يا عصام.
لا 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 عصام مخي هذا. خلنا نسمعوه. لا عارف عارف، لا مبصر عليه. يا عصام. نعم عماد. بخيرك أنا منير يا عصام. بداية من نمسي على زميل الغراري، زميل العزيز، زميل اللي لفظت اللي أكثر من مشوار من الرياضية إلى ليبيا الأحرار إلى غرب ليبيا الأحرار. على صحة ومع أنه هو ما عدا مش. هو كما قال لك هشام يا عماد، لازم في رأي ورأي آخر. برنامج البرنامج لما يجي في وجهة نظر واحدة يجي في مشكلة، يجي في برنامج صح 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 واحد. يصير الخلاف في البرنامج، لكن الود والاحترام قاعد عصام، يعني اكيد بالتاكيد. يعني ما انت شخصيا انا وياك في اختلاف وجهه نظر في البرنامج او في الرياضه او في طبعا، لكن الصداقه والزماله خالص. اكيد اكيد طول العمر يعني. يعني منير كمره تعال كمان في البرنامج، ونمشي نبيل الشيباني، ونمشي نقضي غادي ساعتين ثلاثه ما شاء الله، ونبيل فضل رعب يعني نقضي مرات حتى بالاربع ساعات، عارف كيف؟ وعمل إشام وانت حضرت منها كم حوار. يعني برنامج لازم فيه من لين ومطين، يعني لأن تخدم في أجواء مشحونة، أجواء هو الشارع أطلع كله مشحونة، يعني فيه قسامات وفيه حروب وفيه والبلدية تقاطع من التحكي. يعني برنامج مش مال تجربة واجهة على الناس، يعني يقول لك هذه من الحكومة وقتها أو ما حكمت وفاقة، كيف مش معروف عشان يتكلم بلدية طرابلس، يقول لك لا انت اي توجه. وانت عماد شخصيا عشت اللي هو صعبه معنا يعني عماد، يعني البلديه يقول لك لا من انا ما اطلعش مع هذا، انا ما اطلعش مع فلان، ما اطلعش مع علام. تحكي على القضيه بتحاول انك القضيه تعيسها مع انك تحاول انك تبتعدها سياسه، لكن كل قضيه فيها سياسه يا عماد. حضرتك طبعا طبعا سياسه، الدولار فيه سياسه، كل حتى الرياضه فيها سياسه. يعني السياسه اللي تشوفها من البرنامج تقول انه البرنامج خدمي. هي العملية عصام كيف تتعامل معها السياسة هذه، وكيف تطرحها على المواطن؟ والله أنا من الناس اللي كنت سعيد جدا بالعمل معك، وسعيد جدا بوجودك معي في المداخلة اليوم. شكرا لك وبارك الله فيك. الشكر أيضا لمنير الغراري، الشكر لهشام بارك الله فيه اللي كان معنا سكايب، واليوم حرمناه من الطلعة وخليناه في الحوش. كان المفروض يكون معنا حتى خير الله مكالمة، لكن ما عرفناش نتواصله معاه. شكرا لكم كل من كنتم معي وشرفتوني في الحلقة هذه. وإن كان للبرنامج هذا فضل، فتقدر تسجلوا 5% لعماد و 95% لكم أنتم. أنا أستمر على ما أسستموه أنتم، لم أحيد لا يمينا ولا يسارا، يعني على نفس الخط ماشي اللي أسستوه. فشكرا لكم وبارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، من الأشياء اللي ركز عليها موطني طيلة السنوات الماضية هي العملية الانتخابية، تحديدا عملية الانتخابات البلدية. كنا في تواصل مستمر مع اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في الشرق وفي الغرب، محاولون دائما الوصول بهذه الانتخابات إلى بر الأمان. جعلنا من موطني مكتبا إعلاميا للجنتين المركزيتين في الشرق وفي الغرب. هذه التهاني تردنا من اللجنة المركزية شرقا وغربا لمباركة الحلقة ألف لموطني، فلنتابع. بمناسبة ألفية برنامج موطني الوصول إلى 1000 حلقة، ألف ألف مبروك لكل أسرة برنامج موطني، سواء السيد المحترم عماد بن حامد أو فريق الإعداد والتصوير والإضاءة في برنامج موطني، ولكل قناة ليبيا روح الوطن. تحية كبيرة لبرنامج موطني، البرنامج الهادف الذي يعني بالإدارة المحلية وبناء الإدارة المحلية. إدارة محلية مهمة جدا لاستقرار الوطن، ومهمة جدا لتقديم الخدمات والتنمية المكانية في كافة البلديات. طبعا نهنوا برنامج موطني على الحلقة 1000 في برنامج في المسيرة الإعلامية اللي قام بها، والمسيرة التوعوية اللي تهم المواطن وتهم ليبيا كلها. تحية للإعلامي المتميز الأستاذ عماد بن حامد، نشكره على كل مجهوداته، ونتمنى له التوفيق ومزيد من العطاء ومزيد من الجهد في برنامجه المتميز والبرنامج الهادف اللي يشمل كافة بلديات ليبيا. الحقيقة احنا اطلعنا من خلال هذا البرنامج على معلومات على بلديات مختلفة،
وهذا شأن يهم المواطن ويهم بالدرجة الأولى ويهم حتى المسؤولين أنهم من خلالها يتعرفوا على الإشكاليات التي الواجب اتخاذ إجراءات بشأنها. نتمنى التوفيق لهذا البرنامج. في هذا اليوم المبارك نهني برنامج موطني الوصول للحلقة الألف، نتمنى لهم المزيد من التقدم لهذا البرنامج الرائع الذي يوضح جميع المشاكل والعراقيل التي تواجه البلديات والمناشط التي تواجه البلديات. نتمنى من قناة ليبيا روح الوطن أنها تستمر في هذا البرنامج لكي يبين أو يوضح لكل المواطنين داخل نطاق البلديات وخارج نطاق البلديات مناشط البلديات في ليبيا عامة. وإحنا كبلدية جدابية بصراحة يعني أكثر من مرة يعني كنا ضيوف على هذا البرنامج لكي نوضح للمستمع والمشاهد الكريم لما تقوم به بلدية جدابية والمشاكل العراقية تواجه فيهم، فلهم منا كل التقدير والتحية والاحترام إن شاء الله. في هذا الوقت الذي نثمن فيه كافة الجهود المبذولة من قناة ليبيا روح الوطن ومن خلال برنامج موطني، نتقدم للقناة بكامل الشكر والتقدير والاحترام على متابعتها لكافة المجريات والأحداث التي مرت بمنطقة الجفرة ومواكبتها للمختنقات وعرضها لبغية الوصول إلى نتائج ونقل الرسالة إلى الجهات المختصة لمعالجة هذه المختنقات. في الحقيقة كانت ليبيا روح الوطن موجودة معنا في منطقة الجفرة تعاني تنقل معاناة المواطنين والمدن، مدن الجفرة الخمس سواء كان بالفقهة أو مدينة الفقهة أو مدينة سوكنة أو مدينة هون أو مدينة ودان أو مدينة زلة. تحية لسادة المشاهدين، مشاهدي قناة ليبيا ومشاهدي برنامج موطني خاصة، وتحية لكل العاملين بهذا البرنامج، وأخص بالذكر السيد عماد بن حامد صديقنا وزميلنا سابقا، وكل العاملين وكل من توالى على إدارة هذا البرنامج أو تقديم هذا البرنامج خلال السنوات الماضية. وبهذه المناسبة وصول البرنامج إلى 1000 حلقة إنجاز كبير جدا، ونحب نوجه لهم التحية ونهنيهم بهذه المناسبة، ونتمنى التوفيق للبرنامج وللأشخاص القائمين على هذا البرنامج وللقناة على دورهم الحقيقة اللي كان مشهود في عمل البلديات بشكل عام. الدعم المفترض أنه يكون من الإعلام أولا ومن المجتمع المدني ومن المواطنين بشكل عام ومؤسسات الدولة. الحقيقة كان فيه صعوبة كبيرة جدا في تفعيل هذا القانون وتفعيل دور البلديات، وأعتقد الوقت لا يسمح لذكر هذه المشاكل، ولكن دور الإعلام كان مهم جدا. نحيي قناة ليبيا روح الوطن، نحيي السيد ونهني السيد عماد بن حامد في برنامج موطني لوصوله للحلقة 1000. نتمنى له التوفيق، هذا البرنامج كان حاضر ما يخص الوطن والمواطن. نتمنى له التوفيق مزيدا من التقدم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية يسعدنا كبلدية طبرق ويشرفنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لقناة ليبيا روحها الوطن لدعمها لنا طيلة الفترة الماضية في تغطية كافة أحداث ونشاطات بلدية طبرق، ونتمنى ونطلب من الله العزيز القدير أن يكون عام 2021 عام خير وعطاء على بلادنا ليبيا بصفة عامة وبلديتنا بصفة خاصة، وأن ينعم الله علينا بنعمة الأمن والأمان ويوفقنا بما فيه خير البلاد والعباد. ونتمنى أن تكون ليبيا على قلب واحد وأن يسعوا لأبنائها وتنميتها ورقيها. هذه أمنية بلدية طبرق وجماهير بلدية طبرق عن عام 2020-21. شكرا لكل عمداء البلديات اللي كانوا معنا في هذه المباركة، وأيضا للسيد سالم بن تاهية والسيد مروان خالد مروان يونس أو اللي كان معنا، وخالد يونس آسف اللي كان معنا، العديد من الزملاء اللي واكبونا واللي تشرفنا بوجودهم معنا في هذا البرنامج عمداء البلديات. يعني لولاهم
لم يكن هذا البرنامج. البرنامج اعتمد على البلديات، اعتمد على القانون 59، اعتمد على العمل على تفعيل هذا القانون ونقل الاختصاص وصرف الميزانيات. يعني إن كان 1000 حلقة ممكن نقدر نقول بدون مبالغة 500 حلقة منهم تتحدث عن هذا الموضوع وتسعى إلى هذا الموضوع. أعود الآن مرة أخرى للزميل عماد الشباع. عمدة، السلام عليكم. عماد مرحبا. يقول مرحبا شباح. شباح شباح نفس القصة. نمشي فاصل مشاهدينا الكرام سريع ومن ثم لنا عودة. أيضا دكتور، كانت هنالك دول أوروبية تعرقل هذه الاتفاقية. يعني نشكرك على السؤال هذا. أم أنها يعني هدوء ما قبل العاصفة؟ كورونا غيرت العالم كله. نتحدث عن مبشرات داخلية. ما عندناش في السياسة حاجة اسمها مبشرات. أمشي معك بالنظرة التفاعلية هذه. عليك أن تصنع أدوات صناعة السلام. لكن إنجاز الملف دكتور في حد ذاته يعتبر إنجاز. يعني تو أنت يصديك السعر الجديد، أعلى مرتب بالنسبة للمواطن الليبي لا يتجاوز 300 دولار. نعم هناك خطوات مشجعة.
الرحمن الرحيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بداية كل يوم نبدو رحلة جديدة نتعلم منها ونشوف ثقافات مختلفة. الإبداع بيخلي يومك له لون وشكل تاني، ودائما الفارق بأدق التفاصيل. بين الماضي والحاضر ديما العطاء هو البناء. والاهتمام بالأسرة هو الأساس. عبير عوداد، وأنا فرح قدادة، وأنا علي القماطي. تابعونا من الأحد للأربعة على قناة ليبيا. استكمالا لي تقول لي توافق وتقول لي كذا. بعد أن انتهيت من الموسم الأول وبعد أن أجريت عدة حوارات صريحة مع نشطاء وسياسيين وعسكريين واقتصاديين وأصحاب قضايا في كل ما يتعلق بالشأن الليبي اجتماعيا واقتصاديا
وأمنيا وعسكريا. أثار بعضها الجدل وأضاء بعضها الآخر عدة زوايا مظلمة. كانت الثورة كانت لابد منها. فقررت أن أستمر. لديك الحق الكامل لتقول ما تريد، وكل ما قلته أو فعلته سنتحدث عنه في الموسم الثاني من مقابلة معي أنا مالك الشاردة. يعني الصوت اللي كان جاي من ليبيا حاولنا مع عماد مرة واثنين وثلاثة، غير مكانه غير السماعة شيء ما لقيناش حل إلا نجيبوا العمدة معانا في الاستوديو هنا. عمدة نورت. نور يا عمدة. انت صاحب مكانه في موطن يعني مش محتاج قلت نورت ولا مرحبا. ألف مليون مبروك. الله يبارك فيك. مبروك علينا وعليك حتى انت. الله يسلمك. جزء من هذه المسيرة يعني. أنا إكمالا للشباب وأكيد الشباب اللي سبقونا سواء كان بالظهور في البرنامج أو حتى في ظهور حلقة اليوم، نوجه لهم تحية كما كانش في فرصة أن نتكلم مع هشام وسيفي ومنير وجولك تحيهم ولكن بارك الله فيهم. أكيد سمعتها أكيد وألف مليار مبروك الحلقة، وإن شاء الله من الألف للألفين وثلاثة آلاف. وأعتقد أن الألف هما ما كانش بسهولة طلعا برنامج طبعا ألف حلقة طبعا. وكان الموضوع ألف قضية ألف حل لقضية، ما كانش فقط ظهور بمواضيع، ما كانش فقط ظهور بعناوين ولكن حلول أيضا للقضايا. يعني هي عمدة مرحلة كانت لعماد قبل البدء في شير شباب، يعني هذه المرحلة قد تراها طويلة قصيرة كيف ما هو يشوفها، لكن شن يعني هذا البرنامج وشن تعني هذه المرحلة تحديدا اللي قعدت فيها في موطني؟ نوصف في برنامج موطن مرحلة لازم يمر بها أي مقدم برنامج، لأن برنامج ما هوش سهل في تقديمه، ما هوش سهل في إعداده، ما هوش سهل في الظهور بالشكل اللي يليق سواء كان بالضيوف أو بالقضايا اللي عرضت داخل البرنامج. يعني في بداية البرنامج كنت أنا كمشاهد نشوف البرنامج يعني ما بيش نبالغ ولكن كان قوي ولازال قوي ففي عرض القضايا في عرض المواضيع. فجاء الفرصة أني أنا نتشرف أني نكون مقدم البرنامج هذا، قدمت ما قدمت، ولكن دائما ينظروا للبرامج شو اللي قدم وشو الحلول فقط. صح. مش عرض المشاكل، فعرض المشاكل ممكن بالسوشيال ميديا ممكن. صح. دير قناة وتعرض المشاكل للناس وتحكي بها، ولكن إيجاد الحلول داخل لأي برنامج وهذا البعد الثالث في الإعلام إنك وجود المشكلة والحل أيضا معها طبعاً. فموضوع طبعاً. هذا صعب جدا، أضاف لي كثير جدا البرنامج موطني، لأن سواء كان المواضيع أو كان الضيوف لازم تكون في نفس المقاف في نفس الليفل، سواء كان بطرح السؤال للمسؤول طرح السؤال للمشاهد ايضا. نعم. فاعتقد ان واؤكد ان برنامج موطني اضاف لي شوط كبير جدا في تقديم البرامج. ونتكلم ديما عمدة حتى بكري على موضوع السياسة، هو برنامج خدمي. صحيح. لكن لما تجيك المادة فيها اي حاجة فيها سياسة زي ما قال عصام والشباب نقعدوا زي ما جيك يعني طرف اللحمة بتقعد تنحي في الشحم باش تخلي الهبرة. صحيح. نقعدوا نجروا باش ناخدوا اللب فيه. يعني اليوم في موطن خدمت مع فريق اعداد كبير وخدمت انا وياك بالتناوب، وممكن هذيك الفترة كنت انا اغلبيتها نغطي من برا، انت توليت البرنامج من A to Z. برامج اللي معروف بها عماد دائما برامج الشبابية، البرامج التوعوية الثقافية، لكن نقل إلى برنامج خدمي تعتبر نشرة أخبار محلية. صحيح. كيف شفت النقل هذه وكيف تعودت عليها مع الحلقات الأولى؟ يعني في الأولى كان في صعوبة جدا، خصوصا برنامج ما كنتش أنا من الأساس فيه أو مش بني من البداية، فمن الأخلاق أني أنا أخلاق هذه المهنة أني أنا لازم أني أنا نحافظ على نفس الليفل أو أقوى شوية. فكانت اختبار صعب جدا بالنسبة لي. ليش؟ لأن سواء كانت أنت ولا منير أو هشام البوسيفي، البرنامج كان صيطة
ولا زال هذا صيت قوي في ظل البرامج المحلية والعربية أيضا. فلازم أن نقدر هذه الأمانة أن نكون في نفس المستوى أو أكثر. جريت وكان في مجهود في حلقة واثنين وثلاثة وأربعة، ولكن اللي كان الأقرب إلي في هذا البرنامج المواضيع الاجتماعية، المواضيع الإنسانية اللي تم عرضها ولا زال يعرض داخل البرنامج. مجلة كانت هي، كانت متنوعة صحيح. إيه. قانون 59 بجد الجنبه، قانون 59 هذا شوري، هذا شوري، هذا حاولت عليه ما حاولت. انا رجل نفهم ما نحفظش، ولكن انت متعمق في هذا القانون وعارف. انت كنت قلت لك ممكن الالف حلقه في 500 حلقه لازم تتطرق للقانون 59 طبعا. طبعا يعني يخاطب البلديات ومشاكل البلديات. انت لما تخاطب بلديات يعني زي ما قلت الموج ياخذك مره مره للسياسه، لان في مشاكل ووضع في ليبيا حلها يا اقتصادي يا سياسي، مش حتطلع من الاثنين، لكن تتطرق. لكن الذكاء هنا سواء كان من زملائي وذكاء منك انت، واللي انا مشيت على نفس النهج اني انا نجرد نفسي في البرنامج في تقديمه. مشكلتي مواطن، موطني معناها مواطن، حلول مشاكل المواطن بعيدا عن السياسه وبعيد عن التوجهات السياسيه. صح بالضبط. في جزئيه دائما يعني أساسية في موطني، على قد ما تغير الإعداد، تغير الإنتاج، تغير الإخراج، المذيعين، ولكن يبقى أساس البرنامج دائما المراسل اللي هو مصدر طبعًا. الخبر عندنا إحنا لما نجي الصبح النوض ونوتر الحلقة نبعث الجماعة في جروب ومشين عندنا في التمبر، يعني شين باعتين المراسلين، هو مادة المراسل اللي نبني عليها في الحلقة. عمدة أنا سعيد جدا ونورتنا في موطني اليوم، هذا برنامج كنت جزء من هذا البرنامج. يعني زي ما قلت من بدري، لو البرنامج هذا فيه نسبة مئوية أنا 5% و95% لكل الزملاء الصراحة اللي مروا عليه واللي كملنا عليه خطهم. تعال أنا وياك عمدة شوفوا مراسلين أساس هذا البرنامج، ومباركات المراسلين أيضا بخصوص الحلقة ألف. بسم الله، أحيي قناة ليبيا روح الوطن لمواكبتها للنشاطات في مدينة نالوت، وكل سنة أنتم طيبين إن شاء الله، وينعاد عليكم بالصحة والسلامة بمناسبة وصول الحلقة الألف لبرنامج موطني. عماد بن حامد، شكر موصول لعماد بن حامد، وكل سنة أنتم طيبين. قناة ليبيا محمد بصوة، مدينة نالوت. أتقدم بالتهنئة إلى فريق عمل موطني بمناسبة الحلقة ألف، وكذلك إلى المذيع المتألق عماد بن حامد، وكل عام وأنتم بخير. المبروك عبد العاطي، راس لنوف. أهني برنامج موطني للوصول إلى الحلقة الألف، وتهنئة خاصة أكيد للإعلامي المتميز عماد بن حامد، وعلى كل فريق العمل لبرنامج موطني اللي في ألف حلقة خدم البلديات في جميع ربوع ليبيا وعلى خاصة بلدية تغدامس. نحب نهنيكم وإن شاء الله توصل للمليون حلقة إن شاء الله. ياسين حطماني، قناة ليبيا تغدامس. نهني كل الزملاء من مقدمين ومادين برنامج موطني لوصول حق الألف. التوفيق دائما جوهر ضيوف مراسل وجهة. بمناسبة الحلقة ألف من برنامج موطني، البرنامج الذي تناول قضايا ومشاكل المواطن الليبي البسيط، أتقدم بحر التهاني لأسرة البرنامج وإلى الأستاذ عماد بن حامد مقدم البرنامج، مراسل قناة ليبيا عاشوري كماشي منطقة جفارة. وصول برنامج موطني إلى الحلقة ألف منذ انطلاقه، أتقدم بأحر التهاني وأطيب الأماني لفريق برنامج موطني ومقدم البرنامج الزميل عماد بن حامد، وأتمنى لهم التوفيق في قادم المواعيد. شعيب عزات لقناة ليبيا جالو. بمناسبة وصول برنامج موطني للحلقة الألف، نهنيك عماد ونهني أسرة قناة ليبيا روح الوطن، ونهني أسرة برنامج موطني اللي ديما على الخير ملتمين، وإن شاء الله كل عام وإنت ألف خير. أحمد إبراهيم لقناة ليبيا روح الوطن الكفرة. بمناسبة الحلقة الألف من برنامج موطني، يسرني أن أتقدم بالتهنئة إلى الزميل عماد بن حامد وفريق عمل البرنامج، متمنيا لهم دائما التوفيق والسداد خدمة للوطن والمواطن. وإن شاء الله الحلقة الألفين الناير اليعقوبي بني وليد. ولأن للإبداع خلود وللتفوق ذيوع وللتفرد امتياز، قدمتم فأنجزتم، أبدحتم تفردتم فتميزتم. هذه تهنئة خالصة مني إلى فريق عمل برنامج موطني بمناسبة وصول البرنامج إلى الحلقة ألف
متمنين لكم دوام الصحة والعافية، وأن تصلوا بهذا البرنامج إلى آفاق من الإبداع أرحب. عمر فاخري، قناة ليبيا، جدبي. الزملاء ببرنامج موطني، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة مرور ألف حلقة عبر قناة ليبيا روحها الوطن. كل التحية والتقدير للزملاء المصورين، فني المونتاج، ولك شخصيا عماد بن حامد، أتمنى لك كل التوفيق والسداد، ومن جديد عقبال مليون شمعة إن شاء الله. هذه تحية مني أنا مروان يونس، مراسل قناة ليبيا من مدينة طبرق. نحب نهني قناة ليبيا روح الوطن وأسرة برنامج موطني بمناسبة وصولهم للحلقة الألف. موطني اللي حاولنا من خلاله نسمع نبض الشارع الدرناوي، نسمع صوت المواطن في دارنا، قضاياه، مشاكله، أفراحه، شاركنا في كل المناسبات، يعني غطينا كل جزء كبير من ما يجري في مدينة درنا. شكر كل الشكر إلى أسرة البرنامج من معدين ومحررين ومصورين. شكر موصول للزميل الرائع عماد بن حامد. نحب نقول لك كل سنة وانت طيب، كل عام وانت بخير، تقبلوا تحياتي من هنا، طه مفتاح، درنا. نهني برنامج موطني وزميل والصديق عماد بن حامد على هذه البرنامج وهذه التغطية الرائعة ونقل المشاكل وهموم المواطن الليبي في جميع أصقاع ليبيا. نتمنى له بمزيد من الإبداع، ونشكر القناة على هذه الدعم وهذه التغطية في جميع المجالات. والموطني الحقيقة التمس مشاكل وهموم الإنسان وخاصة في جميع البلديات. نهنيهم بهذه المناسبة، واتمنى لهم مزيدا من الابداع، وان شاء الله حنكون نحن متواجدين في نقل مشاكل ومعاناه المواطن. المراسل المصور طارق الهوني من بنغازي. بارك الله في كل مراسلين اللي كانوا معنا في الفيديو، واللي بعتوا فيديوهاتهم، واللي ما قدروش يبعتوا. والكلمة اللي قلتها لعماد الشباح حاب نعودها لكم أنتم، ونعودها للمشاهدين اللي كنتوا تسمعوا فيهم. هادم 90% من البرنامج، هادم يوم اللي ما بعتوش في مادة احنا نلغوا في الحلقة. نحكي لكم فرانكلي وبالعامية، يوم للمراسل اللي ما يبعتش في مادة احنا نلغوا في حلقة، حلقة بالكامل توقف لأن ما فيش مواد من المراسلين، إذن هم أساس البرنامج. يوم اللي يغيب عماد يطلع كان الشباح، يطلع مذيع غيره للبرنامج، الموعد كذلك، كلنا نفس الشيء، ولكن المراسل هو أساس البرنامج. قلت لكم أنا نموت أول شيء نسأل شن فيه في سلة المراسلين باش نعرف شن فيه عندي في الحلقة، فهم اللي نبنوا عليهم في الحلقة، هم أساس الحلقة، هم إعداد الحلقة. يبدأ الخطوة الأولى من المراسل والمادة اللي بعتها إلى أن تصل إلى هنا، يعني عندنا إحنا في القناة. بعد يتم توزيع المادة نختار ما هي المادة الأفضل للعرض في هذه الحلقة. من بعدها المعدين يجهزوا التقارير اللي بعتت أساساً 70% منها من المراسل، وهذا لا يقلل من دور المعد الزميل مصعب اللي يبذل في جهد الصراحة ما شاء الله. زملاء عدة تناوبوا، الإخراج أيضاً الزميل بالقاسم الهوني، الزميل أسامة راشد، الزميل زيد المغاريز نوجه له التحية والشكر، يعني الزميلة مرام أيضا، عدة زملاء في الإخراج في الوقت السابق. أنمار ما نتكلمش عن جلب، ما زال جايهم في الطريق. فهذا البرنامج أساسه المراسلين اللي دائما هم وأبدا دائما وأبدا أساس برنامج موطني. أذهب الآن مشاهدينا الكرام إلى معايدات عمداء البلديات، من يكون دائما مادتهم هي الأساس أيضا في العرض. يعني دائما المراسل يعلم بأن مادة البلدية وعميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي والديوان هي أساس موطني، فدائما نبحث عن هذه المواد اللي بها مستمرين للحلقة ألف. نشوفوا السادة عمداء وأعضاء المجالس البلدية ونرجع لكم.
برنامج موطني برنامج متميز قدم الكثير للبلديات في تسليط الضوء على القضايا التي تعاني منها البلديات، وكذلك تقديم كل المشاريع التي قامت بلديات وتسليط الضوء عليها. فالبرنامج موطني برنامج قدم الكثير للبلديات، ونحن بهذه المناسبة لا يسعنا إلا نشكر برنامج موطني على كل ما قدمه لنا من مقدمين ومن معدين ومن مراسلين والذين ساهموا في تقديم كل ما عانت منه البلديات وما قدمته البلديات. وبهذه المناسبة نشكر قناة روح الوطن على هذا العمل المتميز في هذا البرنامج. أهني برنامج موطني بعد أن جاب أغلب المدن والمناطق الليبية بتعداد حلقات يصل اليوم إلى 1000 حلقة، وهذا دل يدل على الجهد المبذول من فريق العمل ككل. وهني السيد عماد كمذيع باعتبار أن شاركنا في كثير من الأحداث اللي مرت فيها المنطقة خلال السنة الماضية، جائحة كورونا وعودة العالقين، بعض المشاكل الأخرى اللي تطرق لها مراسل القناة السيد مبروك عبد العاطي من خلال بلدية خليج سدرة، لبعض الحالات سواء كانت اجتماعية أو إنسانية لعرضها عبر القنوات الإعلامية. ما تمناه دائما في الإعلام الحياد، ما تمناه دائما في الإعلام أن تكون المشكلة المعروضة بحضور جميع الأطراف ذات العلاقة حتى تكون في مصداقية لدى المشاهد أولا، ومن ثم لدى أصحاب القرار داخل الدولة الليبية. وهنيكم وأتمنى لكم التوفيق، وكل سنة وانتم طيبين إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بمناسبة الحلقة 1000 لبرنامج موطني نتقدم بالتهنية وجزيل الشكر لأسرة البرنامج وبالأخص الأستاذ عماد حامد على ما قدموه من دعم للبلديات من خلال عرض مناشطها ومتطلباتها ومشاكلها اللي تعانيها، والأسرة القناة ليبيا روح الوطن بالكامل على ما قدموه من دعم طيلة فترة عمل البلديات وبلدية أوجلة بشكل خاص من خلال عدة زيارات وعرض عدة مناشط وما تتطلب بلدية أوجلة. بهذه المناسبة أتقدم إلى قناة ليبيا روح الوطن وبرنامج موطني بهذه القناة التي وصل إلى حلقته 1000 وهنيا لهذا البرنامج الرائع الذي دائما يتناول قضايا المواطن بالبلديات داخل ليبيا من خلال استضافته لبعض المسؤولين بكل شفافية حقيقة، واستضافة أيضا آراء المواطنين من مختلف البلديات وإلقاء النظر لمجمل القضايا التي تهم المواطن داخل ليبيا. أيضا هذا البرنامج يغطي في كثير من المشاكل والاهتمام أيضا بكل القضايا التي تهم المواطن داخل ليبيا. يسعدني ويشرفني أن أقدم خالص التهاني والتبريكات لقناة ليبيا بمناسبة احتفالها بالحلقة 1000 لبرنامج موطني. هذا شيء يثلج صدور ويرفع من مكانة هذه القناة ومن الإعلام الليبي بصورة عامة. أود أن أتقدم بالتهاني وبالشكر الجزيل على القائمين على هذا البرنامج وعلى رأسهم الإعلامي الكبير السيد عماد بن حامد. لو لم يكن هذا البرنامج ناجحا لما دام من 1000 حلقة، لو لم يكن عطاء السيد عماد بن حامد في مكانه وفي موقعه الصحيح لم استطاع أن يدير هذا البرنامج حتى الحلقة 1000.
إيمان منا نحن المجلس البلدي المرج بدور الإعلام ودعم المجالس البلدية وتسليط الضوء على الأعمال المنجزة والمعيقات والتحديات التي تصادف المجالس البلدية بدءا من قلة الإمكانيات والميزانيات ومؤخرا جائحة كورونا الذي اجتاحت العالم. ومن هنا ومن مدينة المرج نبارك نحن المجلس التيسير بلدية المرج لأسرة برنامج موطني قناة ليبيا لتجاوز الألف حلقة مباشر، برنامج الذي يهتم بإيصال صوت المواطن وتوظيف مكامنه وقوى المجالس ودعم ومساندة وزارة الحكم المحلي وتحديد احتياجات المواطن الراغب في تجويد وتحسين الخدمات المحلية، وهو ديدن مجلسنا الموقر حق الله مبتغانا وسدد خطانا ووفق الجميع لما فيه الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. أهني قناة ليبيا روح الوطن وبرنامج موطني على مرور 1000 حلقة على هذا البرنامج القيم الذي كان يوضح الصورة للبلديات ويناقش مشاكل البلديات. حقيقة هذا البرنامج كان دائما متابع إلى بلدية جالو، وعلى تواصل معنا باستمرار كان دائما يضع المواطن في الصورة ويضع المسؤول في الصورة. يتم التواصل معنا من أجل توضيح الأعمال والمشاريع بالبلديات، يناقش المشاكل والشكاوي من المواطنين لدى بلدية جالو. نحن نحتفل ونثني على هذا البرنامج وهذه الجهود التي قام بها، ونهنيهم على مرور 1000 حلقة على هذا البرنامج. نتمنى تواصل هذا البرنامج لأن هذا البرنامج يعطي انطباع وفوائد كثيرة إلى البلديات ويوضح صورة عمل البلديات، أيضا يوضح للمواطن الإشكاليات التي يتعرض لها المجالس البلدية في عدم الحصول على الميزانيات وتقديم الأعمال داخل البلديات. نتقدم بالشكر الجزيل إلى برنامج موطني والذي يبحث عن مشاكل المواطنين في أماكنهم حيث وصل إلى كل مدن ليبيا، من مساعد إلى راس جدير وإلى غدامس وإلى إدر الشاطي وحتى غات في أقصى جنوب ليبيا. وكما نتقدم بالشكر الجزيل إلى محدي هذا البرنامج ومراسليه، وكما أتقدم بالشكر إلى مقدم البرنامج السيد عماد بن حامد. نأمل من محدي هذا البرنامج الاستمرار في هذا العمل الذي سلط الضوء على معاناة المواطن في ليبيا، الأمر الذي أدى إلى الضغط على صناع القرار وكشف الحقيقة ما يحدث لدى المواطنين في ليبيا. ونتقدم بالشكر الجزيل إلى قناة ليبيا روح الوطن وإدارتها حيث تكون متواجدة دائما في الوقت المناسب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا نحيي قناة روح الوطن لزيارتها المستمرة لبلدية لبيار أكثر من مرة أو مرتين أو ثلاثة لهذه البلدية، وكانت مواكبة أعمالنا، وكان أعمالنا حتى برنامج موطني كان ينقل في جميع الأخبار من بلدية. ونشكر جميع قنوات المهندسين والمصورين على هذه القناة وعلى اهتمام بنا بالبلدية. في هذه المناسبة الطيبة لوصول برنامج موطني للحلقة 1000 نشكرهم على تغطيتهم منصة البلديات التي قامت بتقديم خدمات وبعث صورة مباشرة لهم في الإعلام في القناة الكريمة. طبعا احنا كبلديات خذت معنا جانب التغطية الإعلامية بقناة روح الوطن، بارك الله فيهم ودعم، وإن شاء الله مزيدا من تألقهم وأبداعهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى لبرنامج موطني التقدم في نقل الأحداث بالبلديات، ونشكرهم على ما قاموا به من مدينة الكفرة ومواكبتهم للأحداث والمشاريع اللي هي الآن تم إنجازها من خلال المجلس البلدي والتسييري لبلدية الكفرة. فنتمنى لهم التوفيق والتقدم في هالحلقة 1000 اللي الآن تقدر تقول وصلوا لها. نشكر قناة ليبيا روح الوطن ونشكر برنامج موطني لمواكبته دائما بلدية الزنتان من إنشاء أو حدوث بلدية الزنتان، يعني كان دائما مواكب للأحداث أو
داخل بلدية الزنتان اللي هو برنامج موطني. ونشكر الأستاذ عماد بن حامد والأستاذ أحمد العكرود دائما مواكبين بلدية الزنتان والأحداث والمشاريع داخل بلدية الزنتان والتطور خاصة بقطاع الصحة ببلدية الزنتان. باسمي كوكيل ديوان بلدية الزنتان وباسم المجلس البلدي عميدا وأعضاء وموظفين وباسم أيضا أهالي بلدية الزنتان نتقدم لقناة ليبيا روح الوطن بكامل الشكر وذلك لتغطيتها لكافة الأحداث منذ إنشائها أو منذ إنشاء وتواجد مكتب القناة ببلدية الزنتان ومواكبتها لكافة نشاطات البلدية وخاصة ديوان المجلس البلدي وكافة النشاطات للمكاتب التابعة لبلدية الزنتان. نتقدم بالشكر للسيد أحمد العكروت مراسل القناة الشخص الخلوق الذي واكب جميع النشاطات داخل البلدية. وأيضا نتقدم بالشكر الخاص للسيد عماد بن حامد. بالطبع السيد عماد ما قصرش في كافة البلديات وليس بلدية الزنتان يعني لكافة البلديات وكانت معه معه عدة لقاءات معنا خاصة بالبلدية من حيث اعتماد الملكات الوظيفية من حيث الخدمات التي قدمتها بلدية الزنتان للمواطنين. أخص بالذكر الأشخاص اللي ذكرتهم وكافة فريق برنامج موطني وكافة أعضاء القناة. لا يفوتني أيضا أن نتقدم لكافة القطاعات بالبلدية وللمجلس البلدي لما قدموه من خدمات حسب المتاح بالبلديات رغم قلة الميزانيات ورغم قلة يعني ورغم الظروف والأحداث اللي سارت يعني بالبلاد، ولكن البلديات تشتغل. البلديات هي عماد وهي اللي تقدم في الخدمات للمواطن ونتمنى من البلديات المزيد من الخدمة ومزيد من العمل ونتمنى من الحكومات المتعاقبة علينا اللي بإمداد البلديات بميزانيات توفي بمتطلبات البلدية وبأهالي البلديات خدمة للمواطن وللصالح العام. أخيرا أجدد شكري لكم السيد أحمد العكروت وكافة أسرة القناة. بارك الله فيكم ومشكورين جدا. شكرا لكل السادة العمداء والسادة وكلاء الديوان وأعضاء المجالس البلدية اللي كانوا معنا في هذا الفيديو. تحدثنا عن الزملاء السابقين ولكن الحاليين من لهم الدور ومن لهم يعني الخطوات في استمرار هذا البرنامج، إعداد تقديم تصويت كل الزملاء الموجودين معنا في هذا البرنامج نوجه لهم التحية وبارك الله فيكم وتحية من القلب للقلب لكل الزملاء. أعتذر إن كنت في يوم من الأيام قصرت، أعتذر إن كنت في يوم من الأيام يعني قمت بخطأ في حق أحد في على الهواء وأمام الليبيين وكل المتابعين أعتذر له الآن. الزملاء أيضا حبوا أن يشاركونا في هذه الحلقة، نتابعوا قبل الختام زملائنا في قناة ليبيا ومن ثم لنا عودة. أسرة برنامج موطني كل عام وأنتم بخير بمناسبة وصولكم للحلقة 1000 اللي هو مهوش مجرد رقم. الألف هذه ألفة وتآلف جمعت المتابعين قدام شاشتكم على مدى سنين، خاصة أن وطننا يمر في هذه الأيام في أحداث واستحقاقات مفصلية في تاريخ ليبيا، وأنا واثق أنكم حتكونوا قدها ومتأكد أنكم حتكونوا ديما صوت للمواطن الليبي في كل الظروف. أسرة برنامج موطني كل عام وأنتم بخير. مبروك فريق موطني الألف حلقة، ألف مبروك عقبال الميت ألف حلقة نجاح وتطور وازدهار. مبروك عماد بن حامد، مبروك الفريق الإعداد، مبروك كل القائمين على عمل برنامج موطني. واكبتكم من أوله لهلأ وإن شاء الله بنضل مع بعض على طول. برنامج موطني ليس مجرد برنامج تلفزيوني بل هو نتاج عمل العشرات
من الكفاءات والخبرات في قناة ليبيا روح الوطن. برنامج موطني كان دائما إلى جانب المواطن لبث شكواه ومطالبه. برنامج موطني تضاعفت مهامه عندما أصبح جزء لا يتجزأ من حملة إحياء ليبيا التي أطلقها الدكتور عارف المايض ليحلق عاليا في سماء ليبيا وليكون وليصل إلى أماكن لم تصلها يوما لا إذاعة محلية ولا قناة تلفزيونية. كل عام أنت بخير عائلة الصغيرة موطني، وكل عام أنت بخير عائلة الكبيرة قناة ليبيا. كل عام وانتم بصحة وسلامة. إلى هنا نصل لختام برنامج موطني في هذه الحلقة. موطني مستمر بإذن الله تعالى خلال الأيام القادمة. نتمنى من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في هذا البرنامج. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء. ذات الجبان أرى الحب مختزلا فيك وفينا لهيب الشوق مكتملا كم عاشق لجناك الحلو قد قتلا يا ليبيا يا ألما حنايا الروح والقبلات.